الدورة الثالثة من معرض الأصايل 2024 انطلقت فعاليتها في مركز إكسبو ذيد بالشارقة لتشكل ملتقى للمهتمين برياضات الصيد بالصقور والفروسية والهجن وسلالات كلاب الصيد، مع عرض منتجات العناية بالخيول العربية الأصيلة والإبل وتجهيزاتها، مسلطاً الضوء على مبادئ تلك الرياضات وأصولها بهدف استدامة هذه الرياضات التراثية. هذا المعرض الجميل في المنطقة الوسطى في هذه المدينة الجميلة تحتضن الدورة الثالثة لمعرض الأصايل. هذا المعرض الذي يضم ثلاث أشياء أساسية فيها، هي طبعا الطيور والصقور بشتى أنواعها ما مستلزماتها وكل هذه الأمور، لوازم الجمال والخيول كذلك. فهذه الثلاث أشياء في مكان واحد، لأن المنطقة وطبيعتها أيضا أن حاولنا نركز أن يكون في مختلف هاي الثلاث أشياء في مكان واحد وفي هذا التوقيت بالذات. دورة هذا العام تقدم مجموعة من الفعاليات الجديدة، منها تنظيم مزاد للصقور والذي شهد حضورا واسعا وجذب معه عشاق اقتناء الصقور الأصلية المدربة على الصيد والشركات المعنية بإنتاج الصقور وتطوير سلالاتها على المستويين المحلي والخليجي. نحن مؤسسة مختصة باستيراد الصقور وإنتاج الصقور في بعض من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وجمهورية التشيك. طبعا بداياتنا كانت في عام 2011 وكانت بدايتنا بسيطة. حاليا صرنا نستخدم حتى التقنيات والتكنولوجيا في إنتاج الصقور لزيادة العدد وزيادة القدرة الصقر في مسألة السرعة وفي مسألة الشراسة، خصوصا في مسألة المقناص والصيد. 250 من الشركات والعلامات التجارية العارضة تستعرض على مدى 4 أيام أحدث منتجات رعاية الحيوانات والاهتمام بها، كما تتيح الفرصة للزوار للتعرف على فعاليات مجموعة من الأندية والجمعيات الحكومية المعنية بالصيد والفروسية والصقارة وأنشطتها. معرض يسهم في تعزيز الاهتمام بتربية الخيول والإبل والصقور والتعريف بأصول الرياضات المرتبطة بها كجزء من جهود الحفاظ على التراث الإماراتي العريق والإسهام في نشره لدى الأجيال الحالية. لنشرة علوم الدار، أحمد الطنيجي من مدينة الذيد في الشارقة.